يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة في الحقيقة مهمة جدا جدا جدا، لأن عندنا فيها تفاصيل غاية في الأهمية بتتعلق بالجانب المحلي وآخر الأخبار والتفاصيل اللي بتخص بطولة الدوري وشكل الموسم الجديد ومدى إمكانية استكمال كأس مصر من عدم. وكل التفاصيل والكواليس هتكون معانا على مدار فقرات الحلقة المختلفة، ده بخلاف طبعا كل ما يخص ويتعلق بالنادي الأهلي وآخر أخباره وتفاصيله. بالتالي الحلقة النهاردة مهمة جدا، عندنا كمان بعض التعليقات على أمر مهم قوي كنا اتكلمنا فيه في حلقة امبارح، هنوضحه لحضراتكم بشكل أكبر في الحقيقة. فبالتالي هي حلقة غاية في الأهمية، خليكم معانا على مدار الفقرات المختلفة لهذه الحلقة. لكن كمان مهم قوي أن حضراتكم تتواصلوا معانا من خلال سؤال حلقة اليوم، وهو في رأيكم إيه هو الشكل الأنسب للدوري في الموسم الجديد، أو توقعاتكم لشكل الدوري في الموسم الجديد. وإحنا عارفين إن كان في اجتماع النهاردة مهم جدا انتهى منذ قليل في اتحاد الكرة مع مندوب الأندية لتحديد كل ما يخص ويتعلق بالموسم الجديد. تقدروا طبعا تتواصلوا معنا من خلال صفحات قناة الأهلي المختلفة على السوشيال ميديا، فيسبوك تويتر وإنستغرام. لكن البداية دايما بتكون بأهم وأبرز العناوين. نشوف في ترند الأهلي اليوم تحديد مصير كأس مصر وشكل الدوري الجديد، وكمان الجهاز الفني ينتظر قرارات الجبلاية لوضع خطة الموسم الجديد. أما في الترند العالمي، رقم قياسي جديد لرونالدو بعد انضمامه لليونايتد. تفاصيل كتير وحديث كتير هيكون مهم النهارده، لكن خليني في البدايه اقول لحضراتكم اهم وابرز المباريات في مختلف الدوريات العالميه تحديدا. النهارده يوم خاص جدا في الحقيقه في الدوري الفرنسي تحديدا، لان ميسي بنسبه كبيره هيكون متواجد طبعا في التشكيل الاساسي في اول ظهور ليه مع باريس سان جيرمان. لكن خليني في البدايه ابتدي بالدوري الانجليزي. الدوري الانجليزي النهارده فيه ثلاث مباريات، منهم مباراتين اتلعبوا وخلصوا قبل دقائق من دلوقتي، ده في اطار استكمال الجوله الثالثه من البريمير ليج. بيرنلي لعب مع ليدز يونايتد، مباراه كانت الساعه 3 العصر، انتهت بالتعادل الايجابي 1-1. وفي نفس التوقيت كان توتنهام مع واتفورد، وانتهت بفوز توتنهام بنتيجه 1-0، احرزه هيوم مينسون نجم فريق توتنهام في المباراه اللي شهدت مشاركه هاري كين بشكل اساسي لاول مره هذا الموسم بعد الاستقرار بشكل نهائي على استكمال هذا الموسم مع فريق توتنهام. وبكده بالنتيجه دي توتنهام بقى هو المتصدر لجدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد اول ثلاث جولات، لان مفيش حد وصل للنقطه رقم 9 الا هذا الفريق. اما المباراه الاخيره النهارده في الدوري الانجليزي واخر مباراه في هذه الجوله هتكون مباراه ويلفرهامبتون مع مانشستر يونايتد، واللي هتشهد تواجد فاران لاول مره في التشكيل الاساسي لفريق مانشستر يونايتد. ونفس الحال بالنسبه لسانشو اللي هيكون متواجد في التشكيل الاساسي لاول مره، كان شارك لبعض الدقائق كبديل خلال المباريات السابقه، لكن النهارده هيبتدي بشكل اساسي. والكل طبعا مترقب كريستيانو رونالدو. رونالدو طبعا مش هيكون موجود في مباراه النهارده، لكن هيكون موجود بعد الاجنده الدوليه بشكل طبيعي جدا، وهذه الصفقه اللي احدثت ضجه كبيره قوي على المستوى العالمي. ده بخصوص الدوري الانجليزي. اما فيما يتعلق بالدوري الاسباني، فبرشلونه بيلعبوا في هذه اللحظات مع ختافي التعادل السلبي بدون اهداف، او تقدم في هذه اللحظات وانا بتكلم معاكم بهدف للا شيء على ختافي، نازلين سخنين كده بدري، وفي الدقيقه الثانيه تقريبا او الثالثه احرزوا هدف التقدم. الساعه 6:30 في ماتشين في الدوري الاسباني، قادش مع اوساسونا، رايو فاليكانو مع غرناطه، والساعه 10 بالليل اتلتيكو مدريد مع فياريال. ده بخصوص الدوري الاسباني. اما بخصوص الدوري الايطالي، فجنوا مع نابولي وساسولو مع سامبادوريا، المباراتين الساعة 6:30، ميلان مع كالياري الساعة 9:15، وفي نفس التوقيت ساليرنيتا مع روما، مباراة أيضا من ضمن المباريات المهمة. أما بخصوص الدوري الفرنسي، والكل مترقب الظهور الأول لليونيل ميسي بقميص غير قميص برشلونة، وهو قميص باريس سان جيرمان. فهنبتدي مباراة لعبت النهاردة ما بين تروا وموناكو، انتهت بفوز موناكو بنتيجة 2-1. الساعة 3 كان في عدد من المباريات وانتهت منذ قليل، انجي مع رين، انجي فاز ب2 للا شيء. كليرمون فوت مع ميت، التعادل الإيجابي كان حاضر بنتيجة 2-2. لانس مع لوريان، التعادل أيضا كان إيجابي 2-2. ستراسبورغ فاز 3-1 على استاد بريست، وليل ابتدى مباراته في هذه اللحظات مع مونبلييه،
والساعه 9:15 المواجهه المرتقبه ما بين استاد ريمس وباريس سان جيرمان، مباراه مهمه جدا هيكون متواجد طبعا فيها الثلاثي نيمار امبابي وليونيل ميسي. دي اهم وابرز مباريات في مختلف الدوريات الاوروبيه الهامه جدا والكل بيترقبها بشكل كبير جدا نظرا لاثارتها الواضحه في مختلف مبارياتها. لكن التفاصيل اكتر هتكون معانا بشكل كبير جدا جدا وبتوضيحات كثيره جدا جدا بعد الفاصل، استنوا. اهلا بحضراتكم من جديد. في الحقيقه امبارح احنا اتكلمنا في جزئيه مهمه وهي بتتعلق بشيكابالا، وبوضوح كده بقى النهارده انا هتكلم معاكم بوضوح يعني، واللي حصل منه سواء بعد حسم الدوري لصالح نادي الزمالك في مباراه الانتاج الحربي وتجاوزه في حق جماهير نادي الاهلي، وسواء ايضا فيما يتعلق بما حدث اثناء التتويج بالدرع واثناء استلام درع الدوري مع رئيس اتحاد الكره احمد مجاهد. واتكلمنا يا جماعه بوضوح جدا جدا يعني ان اللي غلط لازم يتعاقب ما فيهاش نقاش، وان احنا وصلنا للمرحله دي عشان نفس اللاعب ده ما كانش بيتعاقب وعشان كان بيلاقي ناس بتسقف له. في حاجه غلط في اللي احنا بنقوله؟ في حاجه غلط؟ ما فيش اي حاجه غلط خالص خالص. للاسف الشديد لقينا كم كبير جدا من الرسائل والشتائم اللي جات لي انا على المستوى الشخصي على السوشيال ميديا من بعض الجماهير المتعصبه، وده بقى امر عادي ما عنديش اي مشكله فيه يعني. لكن انا بستغرب هي الناس دي بتشتم ليه؟ او الناس دي مش عاجبها الكلام ليه؟ الصح صح يا جماعه والغلط غلط. لكن انا اللي مضايقني في القصه كلها الخلط، خلي بالك من الجزئيه دي، الخلط ما بين ما حدث بين شيكابالا واحمد مجاهد وما حدث بين كهربا ومحمد فضل السنه اللي فاتت. شتان الفارق، شتان الفارق. ما تخليش اي حد يضحك عليك ويجيب لك عنوان الفيديو ده واحنا بنتكلم وعنوان الفيديو ده واحنا بنتكلم ويقول لك ايه التناقض ده، ما تخليش حد يضحك عليك، خش اسمع الفيديو ده وشوف ايه اللي حصل في الكواليس دي، وخش اسمع الفيديو ده وشوف ايه اللي حصل. تمام؟ موقف كهربا مع محمد فضل عشان نفكر حضراتكم بيه، كهربا كان راجل مش عايز يسلم على محمد فضل، هو حر براحته. براحته، هو مش عايز يسلم عليه، هل دي حاجة تتحسب على كهربا؟ هل كده هو خرج عن النص؟ لا. ايه اللي حصل بعديها؟ مين هو اللي حاول يحتك بكهربا؟ كان محمد فضل، فكان لازم الامور تبقى واضحه للناس ونقول ان كهربا ما غلطش، ونقول ان اللي غلط عضو اللجنه اللي بيدير اتحاد الكره ساعتها اللي هو الكابتن محمد فضل. ادي الموقف. والموقف الثاني ان لاعب يمسك في رئيس اتحاد الكره بشكل واضح وبتهكم واضح وبطريقه واضحه جدا، ده موقف ثاني خالص. ما تحاولش تخلط الامور وتقارن ما بين ده وده. الاهلي بيعرف يحتفل، الاهلي بيعرف يفرح، النادي الاهلي ولاعيبته وجمهوره بيعرفوا يفرحوا ويحتفلوا. لكن بعض اللاعبين، وانا هنا بخصص كلامي لبعض من هم ينتمون لانديه اخرى، او بعض اللاعبين تحديدا اللي مش عارفين يفرحوا واللي مش عارفين ان هم يعيشوا لحظه فرحه ببطوله مهمه بتغيب لفترات طويله، فما تحاولش تقارن الموقف ده بالموقف ده. دي جزئيه مهمه جدا جدا جدا. لكن اللي عايز يشتم واللي عايز يتجاوز ياخد راحته، ما فيش اي مشكله خالص، طالما احنا بنتكلم في الصح وبنتكلم في الحق. الاهم الامور بس بالنسبه لك تبقى واضحه، ومع ذلك انت حر، الحكم بالنسبه لك بيبقى ليك في الاخر، وده حاجه مهمه بتخص الجمهور. الشيء الاخر والاخير يا جماعه، غير مقبول اطلاقا ان لاعب يشتم جمهور، غير مقبول. ممكن اتنين لعيبه يتخانقوا في الملعب، ممكن انت وانت ماشي في الشارع تتخانق مع واحد مثلا كسر عليك بالعربيه ماشي، لكن تشتم جمهور ده اللي ما بيحصلش في العالم كله الا هنا في مصر، فعشان كده لازم يكون في وقفه. نقطه ومن اول السطر. تعالوا بقى نخش في الاهم وفيما يتعلق بموقف الدوري وكاس مصر. النهارده كان في اجتماع مهم جدا جدا خلص من حوالي نص ساعه قبل دلوقتي في الاتحاد المصري لكره القدم. حضر الاجتماع طبعا احمد مجاهد واعضاء طبعا اللجنه الثلاثيه اللي بتدير الاتحاد المصري لكره القدم. دي لقطات طبعا من هذا الاجتماع، طبعا كان بحضور محمد الشواربي واحمد حسام عوض عضوي الاتحاد، وكان مع مندوب الانديه. والاجتماع ده كان هدفه حاجتين، ايه هما الحاجتين؟ تحديد الموقف بخصوص استكمال كاس مصر من عدم، ادي رقم واحد. الحاجه الثانيه الاستقرار والتشاور بخصوص شكل الدوري الجديد. طب هتقول لي هنا طب وايه الجديد؟ يعني طبيعي جدا ان الدوري يبقى زي كل موسم. لا، هو مش طبيعي السنه دي ان احنا طبعا بنمر بظروف بقى لنا سنتين ضغط ماتشات كبيره جدا، فبالتالي اللعيبه تعبانه في كل الانديه وبالتحديد الانديه الكبيره اللي بتشارك في بطولات عديده. تمام؟ وفي نفس الوقت الموسم الجديد فيه اجندات دوليه كتير ومواعيد دوليه كتير، سواء للمنتخبات او لبعض الانديه اللي بتشارك على المستويات الافريقيه او العالميه زي النادي الاهلي مثلا في كاس العالم.
فعلشان كده كان الاجتماع النهارده عشان يتم الاستقرار على شكل الدوري الجديد، هل يبقى من مجموعه واحده ولا من مجموعتين ولا يبقى من دور واحد ولا تقسم مثلا عدد معين من الفرق يلعبوا مع بعض وفرق تانية تلعب على الهبوط والبقاء والباقي يلعبوا على القمه. يعني كان في كذا مقترح في الحقيقه بخصوص الدوري الموسم الجديد، لكن احنا عايزين نعرف ايه اللي تم في هذا الاجتماع ونعرف ايه الجديد والاستقرار هيكون على ايه في الموسم الجديد. علشان كده خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناة الأهلي واللي كان حاضر النهاردة في الاتحاد المصري لكرة القدم علشان يعرف كل التفاصيل وبالتالي يقولها لنا ويقولها لحضراتكم. يا فاروق أهلا بيك. كل التحية ليك أمير وكل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. أهلا بيك يا فاروق، قول لنا كل الكواليس اللي كانت بتتعلق باجتماع اليوم بين إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم مع مندوبي الأندية وإيه اللي تم الاستقرار عليه بشكل نهائي يا فاروق، وبالتحديد كمان عايز اعرف موقف النادي الاهلي بخصوص مسابقه كاس مصر وبخصوص كمان شكل الموسم الجديد. يعني خليني برضو يا امير يعني في البدايه نقرب الصوره ونوضح الصوره للجماهير. طبعا اجتماع اتحاد الكره النهارده بحضور المهندس احمد مجاهد وعضوي محمد الشواربي واحمد حسام عوض وممثلي الانديه، بيضاف ليهم طبعا النهارده في الحضور ممثل نادي بتروجيت ونادي اسوان طبعا لوجودهم في بطوله كاس مصر. تمام. زي ما انت عارف يا امير كتير من المقترحات تم طرحها في هذا الامر. خليني اكلمك في يعني عشان نحسم الامر بخصوص الدوري، هل شكل الدوري مجموعتين ولا الدوري هيبقى نظام المعتاد؟ اقول لك ان يعني تم طرح مبدا ان الدوري يكون من مجموعتين، ويعني الامر لم يلقى استحسان او قبول من الجميع، ولكن الشكل الدوري يبقى الشكل المعتاد كما هو معتاد، نظام دوري من دورين. طبعا المهندس احمد مجاهد عرض خلال الاجتماع الفترات التوقف اللي هتكون سواء للانديه او للمنتخبات، وان الدوري الموسم القادم هيبقى مضغوط وبصوره يعني كبيره جدا عن المواسم الماضيه. ومن خلالك خليني اقول لك حصريا يا امير، من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي، قرعه الدوري المصري للموسم الجديد هيتم اجراءها ان شاء الله يعني بعد بكره باذن الله. هيكون اجراء قرعه الدوري المصري الجديد طبعا اللي بينضم له فريق الشرقيه للدخان وفرقه الفرق اللي طبعا صعدت للدوري كوكاكولا الدوري الممتاز. برضو من فريق كوكاكولا بالظبط يا امير. طبعا دي الفرقه اللي صعدت، هيتم اجراء قرعه الدوري الجديد ان شاء الله يعني بعد بكره باذن الله. خلاص القرعه بعد بكره للدوري بشكله الطبيعي، ما فيش اي تعديلات بشكل الدوري للموسم الجديد، صح كده؟ بالظبط يا امير، القرعه هتبقى بالدوري بالشكل الطبيعي اللي هو النظام من دورين. طبعا زي ما قلنا النظام المجموعتين ده يعني تم رفضه طبعا لان هيبقى الموضوع فيه صعوبه اكتر. من الامور المهمه اللي اتحاد الكره نفسه طرحها وابدى ترحيب شديد جدا كانت النقطه الخاصه باستقدام الحكام الاجانب. يعني الاتحاد الكره ابدى مرونه واستجابه، قال الانديه لها الحق في استقدام الحكام الاجانب بموافقه الانديه مع تحمل الانديه طبعا زي ما انت عارف لتكاليف استخدام الحكام. من الامور الخاصه بموقف النادي الاهلي، بص يا امير يعني النقاط النادي الاهلي واضحه جدا. الامر بالنسبه للنادي الاهلي هو مبدا واحد النادي الاهلي بيتكلم عليه، الاهلي رافض تماما مبدا ان انا العب المباريات بشكل مضغوط او منقوص اللاعبين، سواء ده مباريات كاس مصر او المباريات الخاصه بالدوري الموسم القادم. النادي الاهلي شدد على هذا الامر، امر طبعا الكلام الكابتن سيد عبد الحفيظ اللي كان بيمثل النادي الاهلي في هذا الامر. ويعني يا امير الكلام مش للاهلي فقط، الكابتن سيد او اتكلم اللي بيتكلم على العداله للجميع والفترات الراحه بالنسبه لكل الفرق وليس للنادي الاهلي فقط. دي من النقاط اللي يعني النادي الاهلي شدد عليها، ان يكون يعني ان انا العب كل 72 ساعه او كل 3 ايام مباراه امر هيبقى صعب جدا وهيبقى مضغوط جدا على النادي الاهلي. النادي الاهلي غير مرحب بهذا الامر. طبعا الاتحاد المصري طبعا من ضمن الاقتراحات يعني مطالبه بانشاء رابطه الانديه، وطبعا دي من النقاط اللي بيتم السعي فيها خلال الفتره القادمه. من النقاط المهمه برضو امير اللي احنا سالنا عليها في حاله استكمال بطوله كاس مصر، سواء النادي الاهلي او اي نادي تعاقد مع لاعبين يحق ليهم المشاركه في بطوله كاس مصر. يعني دي كان من النقاط اللي يعني قدرنا نسال فيها، ان صفقات النادي الاهلي اللي هو ابرامه مؤخرا يحق ليها طبعا المشاركه مع النادي الاهلي في بطوله كاس مصر او ايا من الانديه. طبعا الاتحاد المصري طبعا كان اقترح بعض المواعيد، لسه الامور دي حتى الان يا امير تقدر تقول
برضو محل مشاورات. عايز أكد لك أيضا على مباراة السوبر اللي هتجمع ما بين الأهلي ونادي طلائع الجيش. النادي الأهلي طبعا البطوله اللي هتجمع ما بينه وما بين نادي طلائع الجيش كاس السوبر، يعني الدوري، يعني تقدر تقول الموسم الماضي اللي احنا يعني المنقضي اما ان يستكمل بكاس مصر وبطوله السوبر، او يكون الدوري الجديد هو بطوله كاس السوبر بدايته وانطلاق الدوري المصري. يعني انت عندك دلوقتي امير في صورتين، اما استكمال بطوله كاس مصر ثم كاس السوبر ما بين الاهلي والجيش، او في حاله الغاء بطوله كاس مصر هيكون كاس السوبر ما بين الاهلي والجيش هو بدايه انطلاق الموسم الجديد. بعض الفرق كانت بترحب بالغاء كاس مصر. تمام. النادي الاهلي مش من الفرق اللي ما طالبش بالالغاء ولا طلب ان هو يلغي بطوله كاس مصر. النادي الاهلي كان ليه طلب واضح ان المباريات ما لعبش مباريات كل 73 ساعه. بعض الانديه طبعا اللي بتشارك سواء زي فرق بتروجيت او اسوان وفريق بيراميدز قال لك لا انا عايز اكمل كاس مصر، ورحبوا بكاس بضروره ان انا اكمل بطوله كاس مصر. بعض الفرق اتكلمت في مبدا ان احنا عايزين ناخد راحه بشكل كافي للاعبين. طبعا بعض الانديه اتكلمت ان انا عايز العب كاس مصر بطوله عريقه، وفي فرق وصلت لمراحل زي فريق بتروجيت وصل للدور نصف النهائي قال اجرب واكون موجود في كاس مصر. تقدر تقول يا امير دي كل الامور اللي تم، يعني المقترحات اللي تم طرحها موقف النادي الاهلي. في امور طبعا لسه تحت مبدا التشاور، زي ما قلت لك خلاص القرعه بتاعت الدوري هيتم اجراءها بعد بكره باذن الله. موقف النادي الاهلي من المباريات، ايضا الصفقات اللي النادي الاهلي ابرمها وقال الانديه هيحق ليها المشاركه في بطوله كاس مصر. الاعلان عن المواقف النهائيه والقرارات النهائيه من قبل الاتحاد المصري لكره القدم هتكون امتى يا فاروق؟ سواء بخصوص الدوري والقرعه، خلاص احنا خلاص دي تاكدنا منها تمام زي ما انت قلت لنا، لكن بالتحديد فيما يتعلق بكاس مصر الموقف النهائي من استكمال البطوله او لا هيتم الاعلان عنه امتى؟ تقدر تقول يا امير خلال 48 ساعه هيكون يعني تحدد الموقف بشكل كبير جدا. طبعا انت عارف ان يعني الاتحاد الكره كان طرح بعض التوقيتات سواء يوم 10 او 12 ويوم 16 ويوم 20. النادي الاهلي ما تنساش ان عنده بطوله كاس السوبر الافريقي في قطر يوم 24. فدي الامور يعني اكيد هيتم بالظبط هيتم توضيح هذه الامر خلال ال 48 ساعه، الامر الخاص بهل هيستكمل كاس مصر ام هيكون انطلاق الموسم الجديد بمباراه السوبر ما بين الاهلي والجيش ومن ثم انطلاق الدوري الجديد. تمام، نتمنى كل التوفيق ان شاء الله باذن الله ان احنا نشوف موسم جديد خالي من اخطاء المواسم السابقه. يا فاروق انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز فاروق صلاح مراسل قناه الاهلي واللي كان حاضر في مقر الاتحاد المصري لكره القدم لمعرفه كل ما هو جديد يتعلق باجتماع اليوم بين مسؤولي الانديه ومسؤولي الاتحاد المصري لكره القدم. لكن انا عايز اقول لكم ان الدوري خلاص زي ما قلنا كده الدوري هيبقى بشكله الطبيعي، وكاس مصر بنسبه تفوق 90% هيستكمل مش هيتم الغائه. طيب والقرعه كمان طبعا يوم الثلاث زي ما احنا قلنا لحضراتكم بعد بكره. طيب خلينا نروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نكمل فقرات الحلقه، يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد، خلينا نشوف ترند الاهلي واخر الاخبار اللي اتقالت عن النادي الاهلي النهارده في السوشيال ميديا تحديدا، ونبتدي بالحساب الرسمي لموقع في الجول على تويتر واللي بيقول بعد نهايه مسابقه الدوري المصري رسميا المخيف محمد شريف يفوز بجائزه هداف الدوري المصري بعد تسجيله 21 هدف. بصراحه يعني عشان اكون واقعي مع حضراتكم انا ما كنتش متوقع ان محمد شريف يجيب كم ده من الاهداف في اول موسم ليه بعد الاعاره، ما كنتش متوقع انه ممكن يظهر بالمستوى الكبير قوي ده. هو لعيب كبير جدا وعامل موسم اكثر من رائع، ان شاء الله باذن الله نتمنى له الاستمراريه. لو استمر محمد شريف على المستوى ده هيبقى يعني حاجه جامده جدا 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 جدا، واثق فيه قوي وجمهور الاهلي في ظهره، وان شاء الله يفضل هداف الفرقه هو والنجوم اللي هيكونوا معاه في خط الهجوم، والفرقه باذن الله كلها تكون موفقه. يعني حساب جول مصر على تويتر واللي قال ان النادي الاهلي هو اقوى خط هجوم في الدوري المصري، هجوم المارد الاحمر سجل كم هدف؟ عدد كبير جدا بصراحه، 72 هدف في الدوري بس هذا الموسم. ده ان دل يدل على ايه؟ على الفعاليه الهجوميه. ده رغم كده كمان ان انت جايب العدد ده كله ده انت مضيع اجوان قد كده، مضيع اجوان كتير جدا، ما بالك بقى بالاضافات اللي انت قدرت تضيفها في خط الهجوم سواء بيرسي تاو ميكيسون حسام حسن، ثلاثي في الخط الامامي يفرقوا معاك بشكل اكبر. هم مع اللعيبه اللي عندك اصلا في الخط الامامي اللي هم نجحوا بشكل كبير جدا على مدار الفتره اللي فاتت كلها والموسم اللي فات، فانت عندك تشكيله وتوليفه اكثر من رائعه باذن الله. باذن الله التوفيق بس يبقى حالفهم
هتلاقي كل الناتج اللي انت عايزه كمشجع للنادي الاهلي باذن الله تعالى يعني. فحاجه جيده جدا، الكم الهائل من الاهداف في موسم واحد، رغم ان انت ما خدتش البطوله كمان لكن انت جايب اهداف كتير يعني. ان شاء الله الاهلي يكون افضل والقادم هيكون افضل باذن الله تعالى، مؤكد للنادي الاهلي في الموسم الجديد. طيب خلينا كمان نروح لخبر اخر من الاهرام وحسابهم الرسمي على تويتر، واللي بيقول الاهلي يدرس اقامه معسكر خارجي قبل السوبر الافريقي. كل الامور وارد حدوثها، منتظر ايه بس؟ منتظر القرارات اللي بتتعلق بشكل الموسم الجديد والمواعيد الجديد الخاصه ببدايه وانطلاقه الموسم. الدوري هيبتدي امتى؟ لو اتلعب كاس مصر، لو ما اتلعبش كاس مصر ودي النسبه الاقل، الدوري هيبتدي امتى برضه؟ فبناء على كل هذه الامور انت هتحدد هل انت في حاجه لمعسكر خارجي، وده هيبقى امر مهم قوي صراحه الموسماني مع اللعيبه، ان انت تستعد بشكل اقوى بعد فتره كبيره مليئه بضغط المباريات ومليئه بالضغوط الكثيره تتعلق باختلاف وتنوع البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي. فهيبقى حاجه ايجابيه، وفي نفس الوقت انت بتهيئ نفسك لكل الظروف ولكل القرارات اللي ممكن يتم الاستقرار عليها. فالاهلي منتظر المواعيد النهائيه من الاتحاد المصري، وبالتحديد بعد انتهاء الاجتماع النهارده، فخلال الساعات القادمه هنعرف ايه الجديد، وبالتالي ياخد قراراته بخصوص شكل استعداده للمرحله الهامه جدا المقبله وللتحديات المختلفه اللي هياخدها النادي الاهلي. طيب تعالى بقى للاهرام، والكلام بقى على الراحلين وعن القادمين للنادي الاهلي. احنا عارفين الاهلي تعاقد خلاص مع اربع لاعبين، بيرسيتاو، ميكيسون، حسام حسن وكريم فؤاد، اربعه حتى الان، العدد قابل للزياده. لكن في نفس الوقت الاهرام هنا بيتكلموا على ان نيدفيد بيفاضل بين ثلاث عروض للرحيل عن النادي الاهلي. طيب خلينا نتكلم على موقف كريم نيدفيد. كريم نيدفيد بقاله فتره تقريبا سنتين ما بيلعبش كوره، بقاله سنتين ما بيلعبش كوره بسبب الاصابه. كان قبل ما يتصاب كان احد ابرز اللاعبين في الفرقه، كان لعيب مهم جدا جدا جدا، وكان جاب مستوى وفورمه عاليه قوي يعني. لكن للاسف حظه سيء، واسوأ بالاصابه ان هي خدت فتره طويله زي دي. طيب الموقف بالنسبه له هيكون ايه؟ في اتجاهين، اتجاه بيتعلق بان اللاعب يخرج ياخد احتكاك بعد فتره طويله من الغياب في الدوري المصري مع احد الانديه من خلال العروض اللي ممكن تكون بتجيله، او ان اللاعب يكون موجود ويستنى فرصته مع النادي الاهلي ويشارك. ده بيتم التنسيق فيه وبيتم اتخاذ القرار النهائي ما بين اللاعب وما بين الجهاز الفني، بيشوف الاصلح للاعب وللنادي وبالتالي يتم اتخاذ القرار. لكن في كل الاحوال في تمسك كبير من النادي الاهلي بكريم نيدفيد، لان هم عارفين ان هو موهبه مميزه في وسط الملعب في الكره المصريه، عارفين كويس جدا ان مجرد ما ياخد عدد كبير من المباريات فالاهلي كسب لعيب تقيل قوي 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 في وسط ملعبه. فالموضوع موضوع وقت، هنعرف ايه اللي هيتم الاستقرار عليه في النهايه بخصوص كريم نيدفيد. هل في عروض للاعب؟ طبعا اكيد في عروض للاعب، عروض اعار، الاهلي مش هيبيع كريم نيدفيد. طيب خلينا كمان نروح لخبر اخر وبيتعلق ببعض اللاعبين اللي ممكن يكون الناس تتكلم عن رحيلهم. فهنا الوطن الرياضي قال لك ايه في حسابهم على فيسبوك، قال لك موسيماني بيفجر مفاجاه بشان مصير مروان محسن مع الاهلي، بيقول لك هيكمل. اصلا مفيش اي قرار نهائي بخصوص اللي هيمشي واللي هيقعد. ممكن في بعض اللاعبين اللي تم استقرار عليهم، مثلا لو بتتكلم على اثنين اجانب عشان جبت اثنين تانيين ده امر طبيعي، بتتكلم على بعض المراكز اللي انت ممكن تطلع فيها لعيبه تاخد عدد دقايق اكبر بره عشان تستفاد منها، وشفنا التجربه دي الاهلي استفاد منها كتير جدا، ابرز مثال طبعا محمد شريف. لكن لو كمل مروان محسن هي مش مفاجاه، هي مفاجاه بالنسبه لتوقعات الناس، لكن بالنسبه للجوانب الفنيه والفكر مستر بيتسو موسيماني، فهو بيشوف ان اللاعب لاعب ملتزم جدا جدا، لاعب بيقدر ينفذ الى حد كبير المطلوب منه في ارضيه الملعب. فكل شيء وارد، كل شيء وارد حدوثه، ممكن مروان يكمل مع النادي الاهلي، لعيب مهم جدا ولعيب كبير، مش موفق في بعض الفترات الكبيره، ده بيحصل في كره القدم، لكن بيؤدي الواجبات اللي بيطلبها منه الجهاز الفني. بخلاف كده الراجل ملتزم، بيتقال له العب العب، اقعد اقعد، مفيش اي مشكله خالص. فلعيب مهم، فهنستنى القرارات النهائيه ايه، وهي مش هتكون مفاجاه او حاجه لو كمل مروان محسن، لعيب دولي في كل الاحوال يعني. فالساعات القادمه والايام القليله القادمه هي اللي هترد على كل التساؤلات اللي احنا بنسالها. تعالى كمان للاعب اخر وهو والتر بواليا، نجم هجوم النادي الاهلي، واللي اثبت كفاءه على مدار المباريات الاخيره تحديدا مع الفريق في اخر مباريات الدوري. فده من خلال حساب بطولات على تويتر، بيقولوا ان اقتراب واليا من الرحيل عن الاهلي وانتقال الى مالاتيا سبور، هم بيوضحوا الموقف ايه، حتى الان ما فيش اي شيء رسمي بخصوص هذا الجانب.
حتى هذه اللحظه وانا بتكلم فيها مع حضراتكم، بواليا لاعب في النادي الاهلي. ايه اللي هيحصل خلال الساعات اللي جايه هنشوف. هتقول لي طب يا عم تقول لنا معلومه او حاجه، لا احنا هنا دايما بنتكلم بالشكل الرسمي، احنا قناه النادي الاهلي، فطبيعي ان احنا هنقول اللي هيحصل بشكل رسمي. لما بيبقى في قرار خلاص بيتم الاعلان عنه فبنقول لحضراتكم، بعد كده ممكن نقول لحضراتكم الكواليس كانت بتبقى ماشيه ازاي. لكن حتى هذه اللحظه والتر بواليا موجود داخل النادي الاهلي ولاعب في النادي الاهلي، لكن بشكل بديهي جدا في اثنين اجانب هيخرجوا. ممكن بعض الاجانب اللي احنا ما نكونش متوقعين ان هم هيخرجوا يجي لهم عروض، فبالتالي الله اعلم ايه اللي ممكن يحصل. فكل شيء وارد في كره القدم، متغيرات بتبقى كتيره جدا جدا على مدار فترات الانتقالات المختلفه. ده فيما يتعلق بترند الاهلي وبخصوص اخر الاخبار اللي اتقالت على الاهلي في السوشيال ميديا. هروح لفاصل سريع وبعد الفاصل نرجع نكمل حلقتنا، يلا بينا. طيب خلينا ناخد تفاعل حضراتكم على سؤال الحلقه النهارده، واللي كان بيقول ايه توقعاتكم لشكل الدوري في الموسم الجديد. فكان توقعاتهم كالاتي. نبتدي بشاكر محمد واللي قال ان شاء الله يكون موسم جميل وممتع في ظل الصفقات الجديده، اتوقع موسم جيد ان شاء الله باذن الله. ماشي نتمنى. هو بيتكلم على المستوى الخاص بالنادي الاهلي، الكل بيتكلم برضه على الصفقات. دايما الصفقات بتبقى الشغل الشاغل لجماهير مختلف الانديه في الحقيقه، يعني هو المباريات والمنافسات حاجه والصفقات دي حاجه تانية خالص. فعبده قال لك ايه؟ قال لك موسم جميل مع الصفقات الجديده. ماشي، احنا كنا بنتكلم شكل الدوري الجديد هيبقى عامل ازاي؟ هل زي ما هو طبيعي على مدار السنوات العديده السابقه، ولا هيكون مجموعتين وكلام من ده؟ لا هو خلاص اتحسم ان هو بشكل طبيعي زي ما كان معانا فاروق من شويه. تعالوا نروح لعمرو السايح واللي قال كالعاده ان شاء الله اهلاوي زي كل سنه، اللي حصل السنه دي استثناء بيحصل كل 10 سنين مره. ماشي يا عمرو. خلينا ناخد محمود عمر، هيبقى اصعب من الدوري الحالي ان شاء الله يكون اهلاوي. ماشي يا حوده. طيب دي كانت تفاعلات حضراتكم وتوقعاتكم لشكل الموسم الجديد. الكل بيتمنى او كل قال تمنياته بخصوص ان الاهلي يفوز بالبطوله، ان شاء الله الاهلي يكون موفق وشكل الدوري خلاص حسم بشكل نهائي، ان الدوري مجموعه واحده وبشكل طبيعي ذهاب وعوده، مباريات مهمه جدا كلها. لكن في كل الاحوال، في كل الاحوال اللي يهمني كمان من اتحاد الكوره واجتماعه النهارده مع مندوبي الانديه، وهو اصرار النادي الاهلي واكيد بعض ممثلي الانديه الاخرى على ان الدوري ما يبقاش مضغوط، وان يبقى في مسافات بين المباريات، ما يبقاش كل 48 ساعه مباراه، ما يبقاش كل 3 ايام حتى مباراه. الطبيعي زي ما بنشوف في اوروبا كده، يعني الدوري الانجليزي في الاسبوع الثالث كل فريق لعب 3 مباريات كل مباراه في اسبوع، فبالتالي في مسافات بين المباريات. جزئيه كمان الاستعانه بالحكام الاجانب انا شايفها مش عيب خالص، لما يكون نادي حابب ان هو يجيب حكام اجانب يجيب، خصوصا ان احنا شفنا مستوى التحكيم السنه اللي فاتت للاسف ما كانش على ما يرام. دي ابرز الامور في الحقيقه. كاس مصر هتلعب باللعيبه الجديده او التعاقدات الجديده المختلفه في الانديه بشكل طبيعي لو استكمل، مستنيين قرار بشكل نهائي. ودي ابرز الامور يعني اللي كانت موجوده في الاجتماع النهارده. ودي كمان كانت حلقتنا النهارده من الترند. ليس لدينا المزيد، وغدا كل الجديد في حلقه جديده من نفس البرنامج. استنونا، سلام. اهلا بحضراتكم من جديد. عندنا طبعا فريق النادي الاهلي رجال كره اليد بيشاركوا في كاس الكؤوس الافريقيه في المغرب، بالتحديد في مدينه متماس المغربيه، وماشيين بشكل مميز جدا. امبارح كان عندهم مباراه مع فاب الكاميروني وقدروا ان هم يفوزوا بنتيجه 45-26، نتيجه كبيره، وحققوا العلامه الكامله تقريبا في كل مبارياتهم وتاهلوا للدور الثاني بشكل رسمي. نتمنى لهم يا رب كل التوفيق، ماشيين بشكل كويس جدا، اداء مميز، نتائج رائعه، تكمل على خير باذن الله تعالى بالبطوله. البعثه طبعا احنا عارفين رئيس البعثه هناك في المغرب السيد العمري فاروق نائب رئيس النادي الاهلي. دي لقطات او دي صور بالتحديد لفريق النادي الاهلي هناك. ان شاء الله رجاله اليد يفرحونا ويفرحوا كل جماهيرهم في كل مكان. خليني كمان اقول لكم ان النهارده او امبارح تحديدا كان في عيد ميلاد احمد راضي احد نجوم الفرقه، واحتفلوا به اللاعبين والبعثه كلها بشكل كامل، والاجواء واضح ان هي اجواء جيده، اجواء حب، اجواء التزام اللي دايما بيتسم بيها لاعبي النادي الاهلي في مختلف الالعاب، واللي بتؤدي في النهايه الى الفوز بالبطولات المختلفه. ان شاء الله باذن الله تكون دي احدى البطولات اللي يفوز بها النادي الاهلي باذن الله تعالى. ده فيما يتعلق برجال كرة اليد بالنادي الأهلي.
تعالوا بقى نروح للترند العالمي، والترند العالمي مهم جدا جدا لان في اخبار كتيره. فخلينا نبتدي بحساب اوبتا للاحصائيات على تويتر، واللي بيقول ان ليفربول استطاع التسجيل في اخر 20 ضربه جزاء منحت لهم في الدوري الانجليزي كلهم احرزوا. يعني اخر 20 ضربه جزاء جم ليفربول في الدوري الانجليزي نجح ليفربول في احراز كل هذه ضربات الجزاء، ال 20 جاب منهم اهداف. من ال 20 دول صلاح جاب كام هدف او كام ضربه جزاء؟ 14 ضربه جزاء من 20، 6 بس اللي كان فيه لعيبه اخرين هم اللي سددوا الركله يعني. فاحصائيه تعتبر ايجابيه بالنسبه لفريق ليفربول. صلاح امبارح عمل ماتش مميز امام تشيلسي، ماتش كان صعب جدا جدا وممتع ومثير جدا. شاهد طرد جيمس وشاهد بعض الاجواء الساخنه بين اللاعبين، لكن في النهايه توخيل بمنظومته الدفاعيه حتى وهو مطرود مع نهايه الشوط الاول، في الشوط الثاني بيدافع وبيطلع بالنقطه من المباراه وما بيستقبلش اهداف، فعنده منظومه اكثر من رائعه في الجانب الدفاعي. وكمان هجوميا ده جايب لوكاكو الوحش الكبير يعني، فبالتالي دوري انجليزي السنه دي ساخن جدا. خلينا نروح لحساب سكاي سبورتس على تويتر، واللي نشر تصريحات لجوزيه مورينيو، طبعا مدرب رونالدو السابق في ريال مدريد واحد ابرز المدربين على مستوى العالم ومدرب روما الحالي سبيشال 1 زي ما احنا عارفين، واللي كان بيعلق على عوده رونالدو لمانشستر يونايتد. قال كل اللي اقدر اقوله هو امر بدائي جدا، ان يوفنتوس مبسوطين وسعداء، رونالدو سعيد ومانشستر يونايتد سعداء، فبالتالي اكيد هي صفقه مثاليه طالما الكل مبسوط. أضاف كمان وقال إيه؟ قال لا يوجد حاجة للحديث عن رونالدو، فقد كتب التاريخ على مدار 20 عام سابق، لا أملك المزيد لأعلق عليه. طبعا رونالدو مش محتاج أي تعليق، دي لقطات طبعا ليه لما كان متواجد مع مانشستر يونايتد في الفترة الأولى ليه، أو بعد ما انتقل من سبورتنج لشبونة خرج من البرتغال على مانشستر، عمل عدد مميز جدا من الأعوام المليئة بالبطولات وبالإنجازات على المستوى الفردي والجماعي. فعودة رونالدو هي حديث العالم حتى الآن، وهو أحد أساطير كرة القدم على مدار التاريخ، ده أمر مؤكد. مهاراته، أرقامه، إمكانياته، لاعب متكامل بيلعب بدماغه، رجل اليمين رجل الشمال، يعني مش محتاجين نتكلم عن رونالدو، مش إحنا اللي هنتكلم عن رونالدو يعني. ففي كل الأحوال هو إضافة، حتى في سن ال 36 هو إضافة لمانشستر يونايتد بعقليته بعزيمته بإصراره ودوافعه اللي دايماً بيخلقها لنفسه، فبالتالي هتلاقي الفرقة كمان معاه في نفس الطموح وبنفس الأهداف. فبالتالي مانشستر يونايتد من المنتظر، هما بيلعبوا مباراه في هذه اللحظات مع ويلفرهامبتون، مباراه ساخنه جدا، من المنتظر ان هما يحققوا حاجه كبيره هذا الموسم سواء على الصعيد الاوروبي او على الصعيد المحلي بالفوز بالدوري الانجليزي مثلا. فعشان كده بقول لحضراتكم الدوري الانجليزي اكثر اثاره. ايه الجون ده؟ ايه الجون ده؟ ده على ما اتذكر يعني الجون ده كان في الفتره الاخيره ليه او الموسم الاخير ليه مع مانشستر يونايتد، يعني قبل ما يروح لريال مدريد يعني في 2009 تحديدا، اهداف كلها من ضربات حره مباشره اكثر من القاعده. كان هدف سبورتنج لشبونه فريقه السابق، ولما راح البرتغال كمان لعبهم في الشامبيونز ليج جاب فيهم هدف، وجاب في مانشستر يونايتد وهو مع ريال مدريد هدف او اثنين على ما اتذكر. مهارات فرديه ايه وروعه ايه يعني. ففي كل الاحوال خبر مهم جدا. ده فيما يتعلق برونالدو. هروح لفاصل وبعد الفاصل نرجع نكمل، استنوا لنا.